احكي لكم اول قصه مع ربيع ياسين. انا كنت قبليه بسنه تقريبا في النادي صح كده؟ انا كنت 77 78. فالمهم ربيع جه وانا كنت قاعد شقه بين السرايات صح كده؟ لا الشقه في العجوزه؟ لا الاول كانت بين السرايات. بين السرايات دي بقى ما كنتش انا معاك فيها. انت معايا بقى ما انا هحكي لك. فالمهم كان كابتن حسن حمدي مدير كوره. فانا يعني لعيب بعيد يعني في الفرقه، لا بلعب ولا بتاع، حارس رابع يعني ثابت واكرامي واحمد ناجي وانا يعني، بس طبعا فريق اول موجود يعني. فلما ربيع جه بقى قابلته وقعدت اتكلمت معاه وعرفت عنه كل حاجه. فجه كابتن حسن حمدي بيساله اسمه ايه؟ فقلت له ربيع ياسين. مش عارف ايه، قلت له كده. العربيه رايح المانيال معاه، كان بنوصل ركب معاه ودينا المانيال. ايوه بالظبط. فانا هو كابتن حسن عمال يسال وانا اللي برد بالنيابه على ربيع ياسين. قال لي يا ابني انت مالك انت؟ انا عايز اسمع صوته، ما تخلينا اسمع الراجل. وانت ايه انت بالوكاله عنه بالنيابه عنه؟ وشوف قد ايه بقى يعني بنروح معاه، لان احنا بعد كده. وربيع بقى السبب، انا كنت في كنت معلش اكمل القصه اللذيذه دي. انا كنت بين السرايات، فربيع بقى يعني بيلعب فريق اول بتاع، فقال لك نرقيهم، فراحوا موديني العجوزه الاول. العجوزه قعدنا 4 ايام في العجوزه. كل يوم اتيت حياه ربنا، حياه ربنا قعدنا 4 ايام في العجوزه. اليوم الاولاني واقفين في البلكونه وتحتينا شخص اظن كان من السودان، سوداني وشهر لنا وازيكم واخباركم مش عارف، ربيع مشهور يعني. الله يسلمك وبتاع. دخلنا بعدين لقينا صوتها بوم، ايه الراجل وقع من البلكونه مات. ده انا ولا